السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوف واحد ليكزامبل ديال طون كو، ولكن غادي نشوف ليكزامبل في اللغة ديال السي، لونغ سي، باش تزيدو تفهمو كيفاش كتخدم مع طون كو. هذا هو ليكزامبل، نكتب البروغرام بلونغ سي، وهذا كيف ما كتلاحظوا راه هذه الترجمه ديال هاد ليكزامبل، هذه الترجمه ديالو باللغه السي. اكري ريفرنس اون طري ان نمبر بوزيتيف لي ريسكان، غير هو دونك في الالغوريثم هي وايل في لونغ سي، بمعنى ان وايل هي دونك نفسها، غير هذه سميه، هذه سميه لونغ سي ودي سميه، هو عدو نفس العمل. كيف ما قلت لكم نعاود نذكركم، راه الالغوريثم غير واحد غير واحد حاجه كتعلمك انك تفهمك كيفاش تتعامل مع لغات البرمجه، ومن بينها اللغه السي هذه اللي كنصايب لكم بها البرنامج. المهم صايب لكم نفس البرنامج، البرنامج هذا كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، انه كيطلب من المستعمل يدير واحد نمبر بوزيتيف، الى ما دارش نمبر بوزيتيف غادي يقول له عاود صايب لي، عاود دخل، الى ان خشي نمبر بوزيتيف، وفي الاخر شي يقول له ميرسي لو نمبر بوزيتيف. هنا ما دايرلوش انا ميرسي لو نمبر بوزيتيف، ماشي مشكل، ديرو له واقع اطون جو بونس هكا. ميرسي ميرسي لو نمبر بوزيتيف. سجلون ديرو الكومبيلاسيون صافي على العبوب. هذا هو البرنامج ليكزومبل ديالنا بلغة السي. انا مبرمج، انا اللي كتبت هاد هما لي انستريكسيون و الاوامر اللي كتطلب من المبرمج يكتبهم باش يدير البروغرام. ويبقى هذا هو الشيء اللي كتبته انا بصفتي مبرمج. دابا غادي نمشيو بصفتي مستعمل، يعني انا مستعمل غادي نستعمل البرنامج اللي كيطلب مني ندخل واحد العدد بوزيتيف. ها هو البرنامج، هو هذا ناخذ كنا درنا له نوفل كومبيلاسيون، راه خرج بواحد جديد هو هذا. المهم هذا هو اللي كيبان لي انايا في مستعمل، كيبان له في البيرو مثلا ولا في شي بلاصه، كيدخل له كيستخدم البرنامج. يعني حنا دابا انا مستعمل غادي ندخل له ندير له اوفرير، اوفرير هو البرنامج. البرنامج كيف ما قلت لك موبيله، كيطلب من المستعمل انه يدخل واحد النمبر بوزيتيف، هو اونتخي نمبر بوزيتيف. اونتخي نمبر بوزيتيف مثلا نعطيه، انا ما نديرلوش نمبر بوزيتيف، نديرو نمبر نيجاتيف مثلا ناقص ناقص 6، هو ما يتقبلهاش، يعني غادي هنا طونكو غادي تخدم. يعني الا جينا نشوفو في ليكزامبل ديالنا، انا درت ناقص 6 غادي يجي اونتخي نمبر بوزيتيف، هاد ناقص 6 غادي يدخلها في ان، غادي يوصل طونكو طونكو انا ندير اونتري، يعني غادي شي يطلب مني ندخل مرة أخرى. يعني هو دخل طونكو وشاف أنه نيجاتيف، يعني تحقق له هاد الشرط، ورجع قال له اونتخي ان نمبر بوزيتيف. يعني دابا البرنامج ديالي مدخلش انا نمبر نيجاتيف، راه وصل لهنا دابا، عاود طلب مني ندخل، بحيث البرنامج اساس ديالو هو انه دخل له نمبر بوزيتيف. بما انك دخلتي له نمبر نيجاتيف، يعني تحقق الشرط ديال طونكو، يعني دخلتي له طونكو ويبقى يكرر لك الجمله ما دام انك دخلتي له نمبر نيجاتيف، ما دام تحقق الشرط فانه غادي يبقى يكررها الى ما ينهي. يعني دخلتي له ناقص 9 غادي يقولها لك، ناقص 12 غادي يقولها لك، ناقص 80 ناقص 19، الى ان دخل نمبر نيجاتيف. مثلا دخلتي له 46، هنا صافي غادي دير اونتري، ما غادي يعطيك والو، يعني غادي يوصل هنايا اونتري ان نمبر بوزيتيف، درتي له انت 46، غادي يوصل لير ان، غادي يدخل 46 في ان، وغادي يرجع، غادي يلقى الكونديسيون واش ان صغر من زيرو، يلقى لا، ان كتساوي 46، ان كبر من زيرو، غادي يتجاهل طونكو وغادي يكتب لك ميرسي لو نمبر بوزيتيف. هايا ميرسي لو نمبر بوزيتيف. هذا هو البرنامج ديالنا، درتو لكم بلونغ سي باش تفهموا الدور ديال طونكو.
وتوضح لكم الصورة كيف الخطأ في بي 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 بوزيتيف مش مشكلة، ده غير خطأ في كتابة. على العموم هادشي اللي كاين في الدرس، كنتمنى تكونوا استوعبتوا الفكرة ديال طونكو. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.